السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم قناع رائع جدا للتخلص من التجاعيد مصنوع في المنزل، يزيل التجاعيد من بشرة الوجه، وأيضا كتزيل التجاعيد حول الفم وبين الحاجبين أو أي بلاصة عندكم فيها تجاعيد على مستوى الوجه، وأيضا كتزيل التصبغات والبقع الداكنة، وكتوحد لنا البشرة اللون ديال البشرة ديالنا. إذا كأول خطوة اللي غادي نعملوها إن شاء الله، وهي غادي نحتاج هنايا بيضة، يعني بيضة عادية. غادي نقوم بفصل صفار البيض عن بياض البيض، يعني غادي نحتاجو فقط الابيض ونحتفظو بصفار البيض للوصفة الثانية او الخطوة الثانية. فغادي نقوم بخفق، غادي نطربو مزيان هاد البياض البيض جيدا، كما كتلاحظوا معايا غادي نخفقو بياض البيض حتى كتحصلوا على رغوة بيضاء، يعني كتحصلوا على رغوة بيضاء واللون كيتبدل. فبياض البيض يرطب البشرة ويزيل التصبغات، وأيضا كيوحد لنا اللون ديال البشرة. وغادي نضيف هنا ملعقة صغيرة من العسل، يفضل أن يكون عسل طبيعي، فالعسل يقلل من ظهور التجاعيد على مستوى الوجه. فغادي نخلطوا كل شيء مزيان مزيان، وغادي نضيف ملعقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان. القهوة تؤخر ظهور علامات الشيخوخة، رائعة جدا. نخلط الكل جيدا، وغادي نضيف المكون الثاني وهو ملعقة صغيرة من دقيق الذرة أو النشا أو ما يسمى بميزينا. غادي نضيف ملعقة صغيرة ونحاول أننا نخلط كل شيء مزيان. كما كتعرفوا النشا أو دقيق الذرة توحد لون البشرة، رائعة جدا ممتازة للبشرة. فغادي نحاول أننا نخلط كل شيء مزيان باش تدوب لنا ديك النشا أو دقيق الذرة. غادي نضيف هنا ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو الحامض. العصير الليمون كيفتح لنا لون البشرة وكيزيل البقع الداكنة. فإذا كان عندكم البنات حساسية من الليمون أو الحامض فاستغنوا عليه. غادي نخلطوا كل شيء مزيان، وغادي نستمروا لطريقة الاستعمال. طبعا الوصفة طبق على بشرة اللي هي نظيفة، يعني خصنا ننظفوا دائما البشرة ديالنا، ونتجنبوا اننا نوضعوا هاد الخليط على تحت العين، يعني تجنبوا انكم ديروا لتحت ديال عينكم. وكنخليوها البنات على بشرتكم، غتخليوها على بشرة ديالكم لمدة 30 دقيقة. ومن بعد غادي تغسلوا البشرة ديالكم بالماء الدافي ثم الماء البارد. فهاد الوصفة كتطبق او يمكنكم استخدامها 3 مرات او مرتين في الاسبوع، ستحصلون على نتيجة رائعة من اول استخدام. اذا غادي نمروا الوصفة الثانية. غادي نحتاج هنايا ملعقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان او سريعة التحضير، ملعقة صغيرة. وهنايا غادي نضيفو ملعقة صغيرة من دقيق الحمص اللي هو رائع ممتاز جدا للبشرة. غادي نحتاجو ملعقة صغيرة. فالحمص البنات او دقيق الحمص يؤخر ظهور علامات الشيخوخة، ويزيل ايضا البقع الداكنة، ويوحد لون البشرة. ومن بعد غادي نضيفو صفار بيضة واحدة، وغادي نحاولو اننا نخلطو كل شيء مزيان مزيان. والصفار بيض ايضا يؤخر ظهور الشيخوخة المبكرة، وكيخفي لنا التجاعيد والخطوط الدقيقة اللي كتكون عندنا على مستوى الوجه. فغادي نحاولو اننا نخلطو كل شيء مزيان حتى نتحصلو على هاد الخليط. ومن بعد حبيباتي غادي نضيفو ملعقة كبيرة من الحليب السائل. وغادي نخلطو المكونات جيداً.
من بعد ما خلطنا المكونات جيدا كما كتلاحظوا معايا، غادي نضيفوا هنايا بضع قطرات من فيتامين او او كبسوله فيتامين او. فهاد المرحله اختياريه بامكانكم تستغنوا عليها، ماشي ضروري، فقط اذا كانت متوفره عندكم فضيفوها. ففيتامين او يعني كيقلل من التجاعيد على الوجه. اما بالنسبه الطريقه اللي خاصنا نطبقوها على الوجه ديالنا، دائما كما قلت لكم في الاول توضع هذه الوصفه على بشره نظيفه. ضروري ان البشره ديالكم تكون نظيفه جيدا، ونطبقوا هذه الوصفه على الوجه والرقبه، ودائما تجنبوا انكم ديروها تحت العينين. وثم نترك هذا الخليط او هذه الوصفه مده 30 دقيقه حتى كينشف لنا هذا القناع. وبعد ذلك كننظفوا البشره ديالنا بالماء الدافئ ثم الماء البارد. كما درنا الوصفه الاولى غادي نديروها للوصفه الثانيه. فهاد الوصفه البنات كنصحكم انكم ديروها، فعلا تستحق التجربه. اما بالنسبه للخطوه الاخيره وهي ترطيب البشره، فانا هنايا غادي نستعمل زيت جوز الهند او الى عندكم جيل الصبار. فغادي نقوم بترطيب البشره ديالنا او بشره الوجه بزيت كوك او زيت جوز الهند او اي زيت متوفر لديكم، ماشي شرط انه يكون زيت الكوك، فاي زيت يعني متوفر عندكم في البيت ديالكم ممكن انكم تستخدموه. وهذه هي الوصفه ديالنا اليوم، ان شاء الله كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وما تنسوش حبيباتي الضغط على زر الاعجاب، وما تنسوش ايضا تشاركوا الوصفه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. وشكرا لكم على المشاهده، والى وصفه جديده باذن الله.